الاكيوت فيلر او هو مريض جاله بكتيريا اسمها الميوجوكوكاي ضرب اثنين يا جماعه من الجيزه المفعله ودينا الهلال عمل مرض اسمه ايه؟ ووتر او اسمه الدرسون سندروم او مريض زي ما اتفقنا بياخد ايه ده شكله؟ ده مباراه كورتيزون قالوا فقط بياخد كورتيزون ومره واحده موقف الكورتيزون صدم فالسبيتش اللي كان عامل ايه؟ اكتب رقم اثنين الادرينال جلاند بتاعته شبه ضمور رقم ثلاثة هو المريض دوت بدأ يوقف الكورتيزون اللي المفروض أقول له لو صحيت خد من بره بعد الساعة الـ ACD صح؟ طيب كلينيكال بيكشر بتاعت العيان هل يا جماعة الكلينيكال بيكشر تختلف عن اللي احنا خدناه؟ لا هي هي بس باستثناء ما ينفعش أقول مثلا عيان جاله أكيوت أدرينا في الفرح الأدرينا ويفت والهايبر بيجمنتيشن هو لو كان عنده هايبر بيجمنتيشن هتلاقيها زي ما هي لكن الهايبوتنشن اللي عنده هيبقى مثلا لو ضغطه كان منصمه على 90 60 يا ابويا ابو حميد عنده سيفير هايبوتنشن صح؟ عنده سيفير مصر ويكنس صح؟ عنده سيفير فوميتنج صح؟ فوميتنج يعمل له ديهايدريشن ديهايدريشن يعني ضغط الدم طب ضغط الدم هي اللي كده اشتغل وتوقف على عملك تديله يوريا وصل الفكره؟ انت ممكن تشيل كل حاجه وتكتب مكانها كلمه سيفير خلاص؟ يعني ما تعيش دماغك في حفظ الكلينيكال بيكشر بس ما تقولش بقى سيفير هايبر بيجمنتيشن مثلا لا خلاص طيب مكتوب لك يا دكتور في بوكس تحت الاليسون كرايسيس كده مكتوب ايه؟ دايجنوزس كلمه الدايجنوز دي عايده كلمه دايجنوز عايده على دايجنوزس اليسون ديزيز دايجنوزس اوف اليسون ديزيز هتكتبوا بقى يا جماعه تنبيه دايجنوزس اوف اليسون ديزيز خلاص اللي هو البوكس اللي مكتوب فتحت يد المذكرة في كتابته Diagnosis of Addison Disease صفحة كام؟ هي صفحة 70 Diagnosis of Addison Disease لو جالك مريض النهارده عنده أدسون تشخصيه ازاي يا رامي؟ هتقول يا دكتور التشخيص ينقسم الى حاجتين كلينيكالي العيان لما يدخل عليا هتلاقيه هايبر بيجمنتيشن صح؟ سيفير ماسل ويكنس جسم الضغط هتلاقيه ها؟ هايبوتنشن طب خد عينه من الدم بتاعه هتلاقي في الدم بتاعه ايه الاخبار؟ واحد نقص مين؟ نقص في الصوديوم صح؟ زياده فين؟ بوتاسيوم فعنده هايبوليمديميا عنده هايبر كاليميا اخبار الجلوكوز بتاعه ايه؟ هايبوجلايسيميا ده ملخص التشخيص ده تشخيص مين يا دكاتره؟ تشخيص الاديسون ديزيز هو الكرونيك ولا الاكيوت؟ الكرونيك ان لو قلت اديسون ديزيز وسكت يبقى الكرونيك امال الاكيوت لازم اقول عليه ايه؟ اكيوت اديسون كرايسيس تمام؟ طيب تعالى بقى نبص على السؤال الشفوي اللي جاي دلوقتي وبعد كده نكمل المسيره ممكن الدكتور يقول لك ما هي انواع الاديسون ديزيز؟ تمام؟ types of Addison disease ده السؤال الاولاني لا انا مش دعوه اديكم كرونيك بقى لان انا قلت Addison disease وسكت يبقى ده على طول ايه؟ الكرونيك السؤال الثاني ممكن يساله لك وهي نفس الاجابه يقول لك هل من الممكن يجي لك عيان عنده Addison disease وما عندوش هايبر بيجمنتيشن هل ممكن ما يكونش عنده هايبر بيجمنتيشن؟ ايوه انت بقى يا دكاتره الاديسون ديزيز ده نوعين برايمري و سكندري حد يكمل برايمري دي المشكله في مين؟ المشكله في الادرينال كورتكس الجلاند نفسها ما بتصنعش كورتيزون صح؟ لكن هل البيتيوتري فيها مشكله؟ لا يعني المريض عنده زياده في مين يا ايمان؟ ها زياده في الاي سي تي اتش ولا لا؟ المريض عنده زياده في الاي سي تي اتش طب امال المريض السكندري السكندري مشكله في مين؟ ها؟ مشكله في البيتيوتري صح؟ طب لو هو عنده مشكله في البيتيوتري ها؟ مين يكمل معايا بقى؟ مريض عنده مشكله في البيتيوتري هو مشكلته ان هو عنده نقص في مين؟ في الاي سي تي اتش وكده كده الكورتيزون هيقل ولا لا؟ طيب مين فيهم بقى اللي يبقى عنده هايبر بيجمنتيشن؟ البرايمري ولا السكندري؟ البرايمري اللي عنده زياده في مين يا دكاتره؟ اللي عنده زياده في الاي سي تي اتش
فانت حضرتك برايمري اديسون هو اللي عنده هايبر بيجمنتيشن. ده السؤال الاولاني. طيب السؤال الثاني عندنا احنا في الحصه النهارده ادخل في المرض رقم 3 اللي هو اسمه كوشنج سندروم. يلا يا باشوات بنفس المسيره بتاعتنا الكوشنج سندروم. بتاع الاول مرض اسمه كوشنج سندروم. الكوشنج سندروم يا دكاتره هو مرض زياده الكورتيزون. مرض زياده الكورتيزون. مين يعرف يعمل لي المرض دوت؟ هتشد منه سهمين هتقسمهم الى برايمري و سكندري. البرايمري يا دكاتره ايه مشكلته؟ هيرد عليا برايمري اللي عنده مشكله في الادرينال جلاند. مشكله في الادرينال جلاند عنده تيومر ورم بيزود افراز الكورتيزون. تبقى اخبار الاي سي اتش عنده قليل. طيب مرض بقى السكندري. السكندري ده مشكلته في ايه؟ المشكله عنده زياده في الاي سي دي اتش. ده مكتوب لك بيتيوتري ادينوما ورم في البيتيوتري. ورم في البيتيوتري هيؤدي الى زياده الكورتيزون. يبقى انت حوالي بس مش فاكر لكن برايمري وسكندري جنب المرض وعندك مكتوب رقم ايه ادرينال تيومر افتح قوسين واكتب برايمري. تمام؟ وكمل بقى ان هو عنده نقص في الاي سي دي اتش. عنده نقص في الاي سي دي اتش. طيب بيتيوتري ادينوما ده اكتب جنبيها سكندري يبقى مكملها لك عنده زياده في اي سي اتش تعمله ادرينال هايبربليزيا. يعني هايبربليزيا تضخم. تمام؟ طيب المريض بتاعنا بتاع الكوشنج سندروم دوت هيشتكي من 10 حاجات. كام حاجه؟ 10. خلاص يا شوية؟ ها؟ ولا تاني؟ 10 حاجات دلوقتي. عشان تعرف تحفظهم اكتب احفظ بقى او اكتب كده جمله فوق جنب كلينيكال بيتش. ابنورمال بروتين كاتابوليزم. ابنورمال بروتين كاتابوليزم. ابنورمال بروتين كاتابوليزم. طيب ابنورمال بروتين كاتابوليزم واكتب رقم 1 رقم 4 رقم 5 ورقم 6. 1 و4 و5 و6 دول ملخصهم ابنورمال بروتين كاتابوليزم. طيب نمسك رقم 1 هتلاقي مكتوب لك ان المريض عنده سيفير ماسل ويكنس. يعني ايه ماسل ويكنس؟ عنده ضعف في العضلات. فعنده سيفير ماسل ويكنس. عضلاته ضعيفه جدا. طيب هتحط نقطتين وتفصل. ها ما هو تفسيرك لان عنده ضعف في العضلات؟ واحد مش الماسل دي فيها بروتين اسمه اكتين ومايوسين؟ يبقى الكورتيزون لما بيزيد بيعمل ايه يا دكتور ايهاب على البروتين؟ بيكسر البروتين بيعمل كاتابوليك. اثنين كورتيزون بيعمل ايه على البوتاسيوم؟ كورتيزون لما هيزيد على الحد هيشتغل يبقى زيه زي الالدستيرون صح ولا لا؟ هياخد صوديوم ويرمي مكانه بوتاسيوم. والمريض عنده نقص في البوتاسيوم. احنا اتفقنا 1000 مره زياده او نقص في البوتاسيوم هتعمل ايه في المصل؟ مصل ويكنس. يبقى العضلات ضعيفه عشان كام سبب؟ حاجتين كاتابوليك بتتكسر وعشان نقص البوتاسيوم. هل العضلات بس يا احمد بيك؟ اوعى تنسى اللي احنا قلنا قبل كده ان الكورتيزون بياكل ايه؟ لحمك وعظمك وجلدك هو كان المصل. طيب انزل بقى كل العظم اللي هي رقم كام؟ رقم 6. هتلاقيه بيقول لك في العظم عنده اوستيو روزس. اوستيو يعني ايه؟
بون وبروزس. بون يعني مخرم. الاب بتاعه مخرم ليه؟ لان احنا يا دكاتره هنمسك الكولاجين فايبرز اللي موجوده هنا ونقعد نقطع فيها، صح ولا لا؟ طيب لما انا اكسر الكولاجين عضل صورته تلاقيه عضل كومباكت كده، حاجه صلبه ولا مخرمه؟ مخرمه. طب مكتوب لك كمان انتي، او مكتوب لك انا اسف، ديمينراليزيشن. شفتها؟ يعني ايه ديمينراليزيشن؟ العظم شلت منه الكالسيوم والفوسفات. مين الشاطر اللي يرفع ايده ويقول لي ليه عنده ديمينراليزيشن؟ هترد عليا الدكتوره ايه مثلا وتقول لي ديمينراليزيشن عشان سببين، هو انتي ولا ويز الفيتامين دي؟ انتي فيتامين دي، مفيش كالسيوم ديبوزيشن. دي هتقول لك يا دكتور بعد انسى ان انت هتكسر الكولاجين. لما بتكسر الكولاجين يا ضحى ايه اللي بيحصل؟ الكالسيوم اللي جوه ماله؟ بيقع. وصلت الفكره؟ مفيش فلوس سبورت. انت لو جبت العمود ده فرضا وشلت المسلح اللي فيه، الحديد هيبقى موجود ولا هيقع لوحده؟ هيكل الحديد هتطبع على بعضه. يبقى الديمينراليزيشن كسرت البروتين وكمان كسرت ايه يا اسراء؟ او انا اسف كمان ايه؟ انتي فيتامين دي. يبقى السكن يا احمد بيه وكمان البول. قصدي المصل والبول. طب الجلد بقى؟ الجلد اللي هي مكتوبه لك في رقم 4 و5، نبتدي رقم 5. بص يا سيدي في رقم 5 السكن منه. هو السكن بتاعنا لما تيجي تمسكه كده سكن له سكنس له تخت، صح؟ طيب مين اللي مسؤول ان السكن بتاعنا تخين؟ كولاجين، صح؟ دلوقتي بقى الاخ اللي بياخد كورتيزون او عنده زياده في افراز الكورتيزون يا اشرف، السكن بتاعه سك ولا سن؟ السكن بتاعه بقى سن. ليه يا دكتوره سمر؟ ما عندوش ايه؟ كولاجين، يبقى سن سكن. طيب نسال سؤال تاني، مين الشاطر اللي يقول لي مهما كان حضرتك لونك ابيض عمرك بتشوف الكابيلاري؟ لا، من الكابيلاري متغطيه بمين؟ بالسكن، وحوالين الكابيلاري في كولاجين باندل. هل انا النهارده في كولاجين باندل يا لا؟ مفيش. يبقى سين سكن وويك ان سبورتد كابيلاري. يعني ايه ان سبورتد كابيلاري؟ الكابيلاري مش ايه؟ محدش ماسكها. لو انا خبطت ايدي كده الجلد بتاعي سليم، هل في كابيلاري بتفرقع؟ حتى لو فرقعت عددها صغير وبيحصل تجلط ما بتبانش، لكن هو العيان ده السكن بتاعه رفيع والكباري نان سبورت، صح؟ يوم اول ما يتخبط يحصل له كدمه في دم تحت الجلد اسمها بروزس. شوف كلمه سين سكن اند ايزي بروزس اللي هي في رقم 5. لو هتقول له ايه يا دكتور؟ ويك ان سبورتد كباري. طيب رقم 3 في السكن عنده اكني وزياده فيشال هير. وزميجه في اجني حب الشباب. طب فيشيال هيل يعني؟ طب لو ميل عنده فيشيال هيل مبلوعه شرب ده، طب في ميل يطلع لها فيشيال هيل اسمه ايه يا اسامه؟ هيرشيتزم. طب ما هو سببها؟ اذا كنا احنا المرض كان بيقول اسمه كوشنج سندروم، وانا لما فتحت المرض قلت زياده في الكورتيزون ولا في الثلاث هرمونات؟ في الكورتيزون بس. اي مرض زياده دايما بيزود اكتر من هرمون؟ لا، هو هرمون واحد اللي ايه؟ اللي بيزيد. لكن مرض ديستراكتيف زي الاديسون بيضرب الثلاثه، يبقى المرض الزياده بيبقى سيلكتيف. طب انا دلوقتي هشرح عندي زياده في الكورتيزون بقى، ما هو علاقه الكورتيزون بحب الشباب والفيشيال هير؟ اصل الكورتيزون لما بيزيد عن الحد بيروح للليفر، الليفر يشيل منه ذرتين سي ذرتين كربون، يبقى الكورتيزون في الليفر بلس 2 كربون اتومز، هيتحول هناك عبد الله الى اندروجين، والاندروجين ده ماله؟ 6 هرمون. لو ميل طلع له اندروجين شنب ودان يطلع هيكبره، طب لو في ميل طلع له اندروجين برضه هيطلع يا جماعه ليها شنب ودان هيرشيتزم، دي بقى معناها. طب ليه عنده اكني؟ حد يقول لك انت في مرحله البلوغ كده ما بين الاعداديه والثانويه العامه طلع لك ايه دايما؟ حب الشباب. كان دايما يقول لك حب الشباب ده ماله؟ اه دوت يا جماعه نتيجه للبيوبرتي، شويه وهيروح، لو ما راحش يبقى بعد الجواز هيروح، لو ما راحش بعد الجواز يبقى انت عندك مشكله بقى جنسيه في ازمه. يبقى دايما يا جماعه الاندروجين ها بيعمل اكني بس في مرحله معينه من العمر. فهمت كلمه الاكني؟ تفسيرها والميكانيزم بتاعها مش عارف انت، بس الاكني دي عباره عن سابيشوس جلاند اتقفلت. ايه سابيشوس جلاند؟ اتقفلت، لما تقفل هتحوش الحاجات اللي فيها تقعد تكبر لك، تعملها بقليله بقليله بقليله. يبقى الاكني والفيشيال هير نتيجه لتحول الكورتيزون الى ايه؟ اندرو، فقط ذرتين كربون في الليفر. طيب انا بغلطه دي احنا شايفين في الاسئله بقى بيسالوا كل الديتيلز. طيب احنا كده خدنا ايه؟ سكن، خدنا مصر، خدنا بوم. في تطبيق على السكن كمان. ايه هي؟ مكتوبه لك بند
بندولس أبدون. يعني ايه بندولس؟ بندولس يعني ترهلات في البطن، ترهلات يهاب الكرش. يعني كرش مهما كان هنا موجود هنا عند كرش يتخبط عليه ماسك نفسه كده طب. لكن الترهلات دي ايه بقى؟ رهراطة كده، لا بطنه ايه؟ مرهراطة خالص، زي الست لما تولد بعد الحمل لا بطنها سايبة كده ماشي بس شوية، وايه ربنا بيكرمها تعمل اي تمارين هتشد البطن، وتروح للدكتور يا احمد بيه تشد البطن اللي هي ممثلة زي الاخت سمية الخشاب والناس الحلوة كده. طيب الولية دي بقى هيجي لها ليه رهراطة بطنها ضربة كده. بص هسبق لك لقدام خطوة كده وارجع لك تاني. الكورتيزون ده سيء، هرمون سيء السمعة، وحش، بيعمل ايه؟ بيكسر الفات في كل الجسم، كسر ايه؟ الفات، ويلمه ويحطه في السنترال بارت. يعني سنترال بارت ابدومن فيس نيك، يبقى يلم من الاطراف والكتف والرجل والباتكس والكلام ده كله يلمه ويحطه فين يا هاب؟ في السنتر. بطنك اتملت فات، البطن هتكبر ماشي، ده انا بسميها دكتور ايه؟ عنده مثلا اوبيس، عنده كرش، بس ليه كتبت بندول؟ اصل ليه عنده مرهرة كده بطنه بتلعب لوحدها سايبة؟ أصل عضلات الأبد من قوية ولا ضعيفة؟ ضعيفة. ففي حاجة ماسكة الفات ده ولا الفات ده بيهتز لوحده؟ بيهتز لوحده، يعني لك بندولس أبد. يبقى بندولس أبد نتيجة تراكم الفات في البطن، وويك ماسل عمل دي مع بعض بندولس أبد. طيب بندولس من مندول، عارف المندول اللي هو رايح جاي تلاقي بطنه بتهتز ليه وقت ما هي حاجة؟ يعني بطنك لو خبطت عليها هتلاقي إيه؟ بقى بتخبط كده ثابتة في مكان كرش عز. طيب بيربرش استرايا، ايه بيربرش استرايا دي؟ استرايا يعني خطوط، وبيربرش يعني مغسلين. لو انت قلبت الصفحه كده على الصفحه الملونه شايف انت الصوره اللي عامله دي، شايف الخطوط الحمراء، شايف الخطوط ده مش واحد معذبه، دي مش تعذيب، دي خطوط عنده. حتى اقول لك على حاجه، ساعات احنا كده زي بعضنا بيطلع له في كتفه كده كام خط احمر صح؟ ساعات ليه بقى؟ كم خط احمر طول ما الكابيلري فرقعت وعملت لك ايه؟ او الجلد هنا مشدود خند شويه، جلد مش مشدود على كتفك كده مثلا، فالجلد سن، فالكابيلري اللي تحت باين. هنا بقى الراجل ده عنده هما الجلد بتاعه كده كده ماله؟ سن صح؟ كده كده الكابيلري ويك ولا سترونج؟ ويك وان سبورت. فتبان له خطوط لونها ايه؟ بيربرش سترايا، سترايا يعني ايه؟ خطوط، وبيربرش يعني لونها بنفسجيه، اللي هي لون الكابيلري والدم اللي فيه. فالكابيلري باين. او حتى عارف ساعات يسموها ايه؟ بس مش تكتبوها لي اسمها ايه دي؟ لا 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 ماني بيبر تيست. عارفين عارفين فلوس؟ فلوس لما تمسك كده 100 جنيه ولا 200 وتبص كده فوقيها تلاقي في خط كده جوه بتاع البلاستيك ده صح؟ فبشبهك السكن بقى عامل زي الفلوس كده، فتبص على السكن تلاقيه شفاف بيشف اللي تحت اللي هو مين؟ الكابيلاري. انت نسيت 100 جنيه كده حطيتها في النور تلاقي في خط كده بلاستيك، ساعات كنا احنا بنلعب واحنا صغيرين مطلعينه الحركات اللي عليها اللي هو مكتوب على البنك المركزي ده صح؟ وفيه مكتوب 50 جنيه 100 جنيه الكلام ده. فالخطوط البتاع بيقول لك مشبه الجلد كانه عامل زي السكن اللي هو عامل زي الفلوس اصلا اللي هو شفاف اللي تحت. واحنا دلوقتي الدكاتره فهمنا واحد بتاع السكن على المصل ويستنج يعني ضمور طبعا. اثنين قصدي ثلاثه واربعه انا اسف اربعه وخمسه وسته دول مع بعض. كان الجلد ها واللحم والبون العظم. مش هتعرف تحفظها لما تحط الارقام دي تجمعها مع بعض. ماشي نكمل. رقم اثنين وثلاثة بقى، احنا خدنا ايه دكاترة فقط؟ البروتين كاتابوليزم. رقم اثنين وثلاثة هنكمل يا دكاترة، هنكمل بقى الكربوهيدرات والليبيد. مين يرفع ايده يقول الكربوهيدرات اخبارها ايه؟ هيزيد الجلوكوز ليفل. اللي عنده هايبر جليسيمي. طيب لو الجلوكوز زاد عن حد يجيله ديابيتس. الديابيتس ده السكر بينزل في اليورين اسمها جلوكوزولين. جلوكوزولين. طيب يبقى ده بنتكلم عليها دكاتره، هنا اتكلمنا على الكربوهيدرات. طب على الليبيد. الكربوهيدرات هايبر جلايسيميا و جلوكوزولين. السؤال بقى التاني فين؟ ابنورمال ديستريبيوشن اوف فيت. جلوكوزولين زي ما اسال سؤال بس مش عارف اسال براحتك يا اشرف. في ناس بتقول يا دكتور بس ساعات حاجات ما بقولهاش.
انا شهدت بس انا بقول الحقيقه كامله ولا لا. انت فصلت او سرحت قول لي عيد والله مش مشكله. طب ما انا طلبت حصه مش عادل 12 حصه طلبت بس ما بتجيش. لا انا وقتها عشان انا اتضايقت من ايه؟ لارج انكلودنج تايم ما تقدرش تسالها ليه مش عرفت تجاوبه؟ ليه لما سال ليه في هايبر كوليستيروليميا في الاكسديما؟ ليه في هايبر كوليستيروليميا في الاكسديما؟ مش احنا قلنا السيروكسين بياخد الكوليسترول بيعمله اكسديشن في الطيب صح؟ طيب انا ما عنديش سيروكسين فالكوليسترول اخباره في الدم ماشي؟ هي حاجه صعبه. طب ليه لارج انكلودنج تايم؟ مش انا قلت ان السوفت تيشو والكون بيتاخرهم وحتى قلت ان العظم كده كده نموه اصلا صعب هو اللي هيتاخر اكتر فالتانج بيكبر لكن البون بيتاخر فالتانج يبقى طالع بره ولا لا؟ انا قلت الكلام ده ولا ما قلتوش؟ والدكتوره سالت برضه في نحط الباراسيرويد فين؟ ايه؟ لما نشيل الباراسيرويد سالتها؟ وقلته فين؟ فور هاند فور هاند قالت شوف فور ارم يعني انا كل حاجه بقولها فور هاند. اذا بقى تسمير الاسبوع اللي جاي مش تسمير انت فور هاند قول لي اي حاجه بالتفاصيل يعني اما لقيت حاجه زياده هسالك فيها. وسال برضه في الهايبر سيروديزم البرايمري والسكند الفرع عنهم في الدي سيتش ازاي؟ صح؟ مش قالها دي؟ طب ما احنا جايين في السيتش بنبقى عارف فين وقريب فين؟ ده من الضمان حصل في السكشن عندنا الكلام انا اصلا نسيت الفور ارم بس بتاعت الفور ارم دي مش كانت عندنا الفور ارم دي؟ يا والله انت قلت الحناوي يا بنتي طب مش معنى الفور ارم عشان لو حصل كانسر عشان لو حصل لها كانسر اي تغير الراجل طلعها بسرعه يا لهوي ايه ده مش عشان تطلع حاجه لازم نرجع هي الاندوكراين جلاند اللي بيصدر بيفرق معاها ولا هي بتطلع مش لازم التريح سماي باك وفي ستيتش والهرمونات اللي بتنظم بعض اللي بتدي العصب نيرف بتو تيزري نيرف بتو سايرويد نيرف بتو ادرينال الكورتكس في مش اعصاب ده الاعصاب دي ساعات بتبقى موجوده في السمباثيك ولا الكلام ده وحتى السمباثيك مش عصب ده عليها بيتا ريسبتور بيشتغل بالادرينال انت بتضغط صدايا ازاي بقى ده السؤال صح عايشه ازاي كانت فيوجن يعني كان بس طيب الفات ابنورمال ديستريبيوشن اوف فات طيب ابنورمال ديستريبيوشن اوف فات يا هاب هتلاقي لو بصيت على الوريه دي بص بص الوريه عامله ازاي قمر طيب احنا دايما لما نشوف واحد خدوده كده منفوخه كده ساك من البنات اي كلام مع الضمه كاتش البيت توزن 120 كيلو ما تفوقش كده 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 قمر مجنون فيس اب نورمال ديستريبيوشن قمر بالسد اب نورمال ديستريبيوشن اوف فات عشان في الخدود ده نون اهو اب نورمال ديستريبيوشن اوف فات ان الفات هيتلم من فين؟ بص بقى بص بص انت بتشتم العيانه وفي نفس الوقت بتمدحها بتقول لها يا وليه انا هلم الفات من جسمك كله وحطه في البطن يبقى بين راس ابو وحطه في الفيس يبقى وشك مون فيس ولو حطيت ايدك انت وضربتها في النك بتاعتك مهما كنت تخين زي انا مثلا انا تخين اهو حاسس بالسباين بتاع الفرتبرا ولا لا؟ حاسسني ايوه حسها ليه حاسسني كل واحد حاسس بالسباين ولا لا؟ مهما كنت انت تخين لا يمكن يبقى في فات هنا. مين بقى الكائن الحي اللي عنده فات في رقبته ورا كده من قفش؟ الجاموس لما كنت تجيب جاموسه كده وانت معدي في الشارع حسس على رقبتك هتلاقي في فات كتير بيسموا ساعتها دي بفر ونك الجاموسه بتيجي في شارعك وش القمر رقبه الجاموسه بندرس قبل البطن البندوليه تبقى اب نورمال ديستريبيوشن اوف فات جلوكوز يعني ماشي والدم بالفيس يعني جلوكوز زياده الجلوكوز في الجسم ايه السوبر كلافيكولا دي؟ بص هو انت الكلافيكول مهما كنت تخين برضه هتحسها ولا لا؟ ما محسوس في هايبر العضلات دي اسمها ايه اللي انا بحركها دي؟ ترابيس صح دي هنا في عضلات اسمها ترابيس مالهاش دعوه بيها دي اللي هي الترابيز اسمها ايه؟ ايوه ترابيزس في الجيم اسمها الترابيز ايه الترابيز؟ بص حط ايدك انت هنا في هنا في هنا عضم الوليه هتلاقي عندها هنا في فات زي مين يا ايهاب؟ في عبده كده وليها على كتفك لا يا وليه انت عندك كوشن يا اخويا عرفت ازاي يخش البيت عندها كوشن دي عندها في فات متخصص كده بجمع كده بندرس ابدومن مون فيس بافر ونيك ترابيز هي السوبرا كلافيكولار السباين بتاع السكابيولا او الكلافيكول مهما كنت تخين تحسها. هتيجي بقى سؤال في الشفوي سوبرا كلافيكولار هي سوبرا كلافيكولار تيجي سؤال في الشفوي لا الولاد الولاد ليه عندها مون فيس؟ عايز اربع اسئله
واحد abnormal distribution of pain. طيب اثنين الست دي ليه خدودها حمرا سمعت شكلها لما خدت الكورتيزون فعلا خدودها زاد حمرا كان عندها بوليسايسيميا رقم ثلاثه ليه خدودها حمرا برضه سين سكين بيشف البلاد كابيلر اللي جوه صح سين سكين اربعه ليه وشها من فوق برضه سولت اند ووتر ريتنشن مش احنا قلنا الكورتيزون لما بيزيد عن الحد بيشتغل زيه زي الاندستروم يبقى النون فيس لها اربع اسباب اول سبب abnormal distribution of pain تبقى زي ما abnormal distribution of pain اثنين بوليسايسيميا ثلاثه سولت اند ووتر ريتنشن دي ممكنه بالاختصار مش هنقدر بالتفصيل اربعه سين سكين شاف الكبير اللي تحت بوليسايسيميا ليه عنده سلطة عند ووتر ريتنشن؟ ليه عنده سلطة عند ووتر ريتنشن؟ ليه عنده سلطة عند ووتر ريتنشن؟ لأن الكورتيزون اللي بيزيد على الحد بيشتغل زي الأردستيرويد وعنده سلطة عند ووتر ريتنشن. طب تسعة ليه عنده هايبوكاليميا؟ ليه عنده هايبوكاليميا؟ لأن الصوديوم بيرمي بوتاسيوم. في سهم مشدود عندك وبيعمل الكالوزس وانت هتروح مكمل السهم يبقى دي حدوث تدني. حد شاطر يعرف يفسر الالكالوزس والتدني حصلت ليه؟ هايبوكاليميا لان حضرتك الالدستيرون هياخد مين؟ الصوديوم ويرمي مكانه البوتاسيوم. يوم ما البوتاسيوم بيخلص يا بتول هضطر ارمي مين مكانه؟ هايل والهيدروجين ده اسيد فجسمك يبقى الكين. يبقى الالكالوزس سببها ان الكورتيزون هيشتغل زي الالكسترون هياخد صوديوم ويرمي يا لا بوتاسيوم بعد ما خلص البوتاسيوم هيرمي هيدروجين يبقى اي هايبوكاليميا في الاخر بتؤدي الى الكالوزس تمام هو اللي هيحصل فيه طيب ويعمل كده تاني الكالوزس تمام امير بقى يرفع ايده ويقول لك كده الكالوزس بيعمل بريسيبيتيشن للكالسيوم الكالسيوم لما بيقل الايونيزيشن تحت السنين طيب اتروفي اوف جونات حد شممها لغايه ما اخلص بص الكورتيزون لما بيزيد عن الحد بيمشي بالسكه البطاله في الليبر ويتحول الى اندروجين يفقد ذرتين كربون يتحول لاندروجين زاد عندك الاندروجين هيعمل ايه على الاف اس اتش والال اتش للبرايم برين هيتوقف عن العمل والتستس والاوفري في الفيميل والميل هيتوقف عن العمل التستس او الاوفري معتمدين على مين يا صمد على الاف اس اتش والال اتش توقفوا هيجلس عن العمل ايه اللي يحصل هيحصل للفيميل امينوريا توقف الدوره الشهريه ويحصل للميل امبوتنس يعني امبوتنس لوس اوف اتش طيب هتقول هتروح ايه رافع عليها وتقول يا دكتور طب هو عنده اندروجين اقول لك ايه مهما كان الاندروجين موجود عند الميل او الفيميل مين الاقوى؟ التستوستيرون اللي بيطلع من التستس ولا الاستروجين والبروجسترون اللي بيطلع من التستس والاندروجين اللي بيطلع ده خطر ولا مش خطر؟ يبقى يا عمر لو اشتغلت النهارده دكتور في الجيم جالك واحد عايز يربي عضلات وقال لك انا هاخد اندروجين موجود في عارفه دول الاندروجين ده يعمل ايه؟ هيكبر عضلات طبعا الاندروجين اسم انابوليك يبني بيبني عضلات كده مره فاتت لكن قول له بعد يا معلم انت بتبقى وحش كده والترابيس والمجانس والباي والفاي بس يا حبيبي يوم ما تيجي تتجوز انت عندك ايه؟ امبوتنس ليه يا ابني؟ اصل الاندروجين حطه من بره وقف افراز التستس كورونا عن طريق وقف الايه؟ التستس الاندروجين كمان لما تاخده من بره بيعمل كانسر للمجتمع بيعمل كانسر للمجتمع فأي واحد بقى يروح جيم هو هياخد اندروجين ماشي؟ مين اللي معايا ال 10؟ ياخد 5 جنيه دي في نقص في الليمفوسايتس نعم عشان تطلع ماشي في البلد طب ليه يا جماعه البلد اللي بتقولها عنده بوليس اسيم انا نقص في الليمفوسايتس والاوزينو فيه عشان الكورتيزون بيزود السيدين بيقلل الليلين بيزود الار بي سيز والنيتروفيل بيقلل الليمفوسايت والاوزينو والبيزوفيل تاني بيزود الزيدين ار بي سيز والنيتروفيل وبيقلل البيزوفيل والايزينوفيل والليمفوسايت. السؤال الثاني قلتها يا ضحى المره اللي فاتت مش قلتها؟ بيزود الزايدين ويقلل القليلين. افتكر بس انك مطلوب. مين يقول 10؟ يقول معايا يا دكتور؟
هتضغط على البروتين كاتابوليزم اللي هو السيل سكين صح والماسل ويستنج واوستيو بروزس ينتج عنها بندرس ابدومين صح وبيربوراستراي يعني بيربوراستراي تبيكولين بيربوراستراي يعني بيربوراستراي يعني طول لونها بنفسجي. طيب على الكربوهيدرات زياده الجلوكوز الجلوكوز ينزل في اليورين على ليبت ابنورمال ديستريبيوشن اوف فات ينتج عنه بروتينز بندرس ابدومين اند بابلومين الالكترولايت هاي صوديوم لو بوتاسيوم الكالوزس واخيرا الاطر في الحنات هذه بوليسيسيميزم. حاول بس ترتب الايه الحاجات على قد ما تقدر عشان تعرف تحفظ ايه الصفحه الادرين مشيت السندروم مش مش بجيب الحبه اول مره ده سؤال مهم يا جماعه انسى المرض خالص. هو الميل. ليه ميل؟ قول يا دكتور الميل هو ليه ميل عشان حاجتين. الميل دوت عنده 6 اورجان. عنده انا كاتب 6 اورجان. 6 اورجان في الميل مقسم الى حاجتين. ماشي؟ ما تكتبش حاجه دلوقتي. برايمري 6 اورجان. وسكندري 6 اورجن. البرايمري في الميل هي التستس. اللي بتقول لك ايه؟ سبيرم. مين اللي بيشغل التستس يا جماعه عشان تقول لك سبيرم؟ هرمون اسمه اف اس اتش و ال اتش. طيب سكندري 6 اورجنز. مين بقى السكندري 6 اورجنز دول؟ البينس سكروتم خلاص؟ مش مكتوب الكلام ده خالص. البينس والسكروتم. والهير ديستريبيوشن. يعني هير ديستريبيوشن؟ هير في الميل اللي هو بالعربي يعني حتى بالعربي الشنب ده والبيوبيك هير. بيوبيك هير. طيب وايه كمان؟ المصل الميل العضلات بتاعته حتى لو انت مش بتلعب رياضه امسك كده ايد ميل هتلاقي في عضله في باي تتحسن في دراي تتحسن هات في ميل كده وامسك ايديها هتلاقي في باروزه حاجات كده كلها طريه وفي الاخر في عظمه في النص. الميل المصل بتاعتها ايه؟ ضعيف. اه صادق تعرف واحده بتلعب جيم ماليش دعوه بيها يا حبيبي دي مش فيميل دي حاجه ثانيه خلاص دي جنس ثالث وانا اعرف دلوقتي اللي حصل لها. فالفيميل مهما كانت يعني زي ما بنقول كبيره او تخينه او رفيعه عضلات بتاعتها تبقى ضعيفه. اما الميل مهما كان هو مش رياضي عضلاته برضه ايه؟ في مصل بتاعها تمسكها. طيب والميل صوت غين ديب فويس ليه يا جماعه؟ اصل اللارينكس حنجره العضلات اللي بتتحرك الاحبال الصوتيه عند الميل تخينه فاهتزازها صعب فتطلع صوت تهين. طيب مين اللي بيعمل السكندري 6 اورجنز او كارب هرمون اسمه ايه بقى دكاتره؟ ايوه التستوستيرون. مش عارف انت طبعا الكلام ده انا اسمعه عنه تستوستيرون. طيب الفيميل ايه هي فيميل؟ والله يا دكتور اصل هي عندها 6 اورجن اسمهم ايه يا دكاتره؟ برايمري 6 اورجن اللي هم مين يا دكاتره؟ الاوفري اللي بيطلع الاوفر مين اللي بيشغل يا دكتور ايهاب؟ اف اس اتش و ال اتش صح؟ طيب سكندري 6 اورجن عند مين؟ عد معايا بريست الفاجينا اليوترس حاجه بقى اسمها يا جماعه كليتورس و ليبيا ميجور حط دوما حوالين مربع كده تعرف دلوقتي ايه. طب نكمل الفيميل برضه الهير ديستريبيوشن بتاعها الشعر بتاعها بيبقى له تقسيمه غير الميل رقم اثنين الصوت بتاعها شارب فويس شارب فويس صوتها ناعم ازاي يا دكتور كده صوتها ناعم خلاص شارب فويس المصري بتاعتها زي ما اتفقنا بروز خلاص
طيب مين اللي مسؤول عن السكند سكس اورجانز دي في الجسم؟ الاستروجين والبروجستيرون ما عدا الكليترس والليبيا ميجورا، دول اللي المسؤول عنهم الاندروجين. اصل يا جماعه انت لو بتذاكر امبريولوجي واناتومي صح، الكليترس ده كان فينس وحصل له ضمور، تمام؟ فمين المسؤول عن نموه؟ الوحيد اللي شاسع القاعده هو مين؟ الكليترس والليبيا ميجورا والاندروجين. ده يا جماعه النورمال مين الاندروجين؟ ماشي؟ طيب بس انا مش بيجي لنا خلاص او صروحة يا محمود اكتب عليه ده مرض في الزونة، اي زونة يا اشرف؟ الادرينوجينيس سندروم ده الشبك زونة الريتيكولاريس. طب الزونة الريتيكولاريس بتطلع كام هرمون يا عمرو بيه؟ عصام صح؟ بتطلع كام هرمون؟ عيب يا دكتور، استروجين بروجستيرون اندروجين وداهية. ايه داهية دي يا دكتور؟ دي هايدروجيني اندروستيرون صح؟ طيب ده هرمون يا ايمان بيطلع من الزونة الريتيكولاريس، بس الهدف بتاعه بيطلع فقط يا دكاتره اندروجين. طلع بس يا جماعه خلاص طلع اندروجين. طيب تعال نشوف الكلينيكال بيكتشر بتاعته. ايه بقى يا جماعه الكلينيكال بيكتشر بتاع المريض دوت؟ هنقسمها لو ميل او فيميل. خلي بالك المشترك ما بينهم ايه؟ اللي هو اندروجين. هنقسم تبع لمراحل العمر، يعني انت شوف الجدول كده من جنب، هنمسك الميل الاول. طفل صغير النهارده لسه في اليوترس اكس واي بيتكون، زاد عنده ورم بيطلع الاندروجين. الواد ده هيتولد وعنده مرض مكتوب كده حاجه اسمها ايه؟ مايكرو جينيتو سوميا. مين سامية دي؟ بريكوكس. مايكرو يعني ليه؟ الواد ده هيتولد بالسكس اورجانز بتاعته كبيره. مين يرفع ايده ويقول لي انا السكس اورجانز بتاعته تبقى كبيره؟ البرايمري ولا السكندري؟ هو الورم كان بيطلع ايه يا دكتوره عائشه؟ كان بيطلع اندروجين صح؟ والاندروجين بيشتغل على البرايمر على السكندري سكس اورجانز على السكندري. فالواد ده هيتولد بلارج فينس اند سبورت، لكن التستس بتاعته شغاله ولا طلع سبير؟ لا مش هتشتغل الا في مرحله البيوبرتي صح؟ طب سوميا جسمه ضخم، المفروض ان الطفل بيتولد كام كيلو؟ من 3 ل 4 متوسط 3 ونص. الواد ده هيتولد لك عجل 5 كيلو وانت طالع. دي يا جماعه وزن الكيلو. اصل الاندروجين ده انابوليك ولا كاتابوليك يا اللي بتضحك؟ الاندروجين ده انابوليك، بيبني ولا مش بيبني؟ بيبني. فيا سيد امير ده الطفل بتاعنا ده البينس وسكوتم كبار وحجمه كبير، لكن ما فيهوش عرفان، يعني لسه شغاله مولود مثلا عنده سبيرم هو لسه عنده يوم؟ لا. طيب بريكوكس يعني قبل الاوان. ماشي. لارج بينس اند سكوت اوكسينا جينيتال. المفروض تكتبه جنبيها سكندري ولا برايمري؟ سكندري. طب تعالى بقى النهارده، لا طفل مولود عادي وزنه 3 كيلو ونص مش اي مشاكل، الواد بيكبر عادي خالص، عنده 5 سنين يا عمر، كام سنه؟ 5. قوم ايه؟ في خلال شهرين لقى الواد طلع له شنب وده والصوت اللي كان صوت طفولي وزويو بعمل ايه ديب فويس وعضلاته بتكبر والواد بيتوحش يقول لك انا عايز اتجوز. بس عنده 6 7 سنين. اصل طلع عنده هرمون اسمه اندروجين، عمل له حاجه اسمها بريكوشوس سودو بيوبرتي. ايه بقى بريكوشوس سودو بيوبرتي دي؟ بريكوشوس ايهاب هي الصفه بتاعت بريكوكس، يعني بريكوكس قبل الاوان. الصفه بتاعتها ده اسم، يبقى الاسم الصفه بقى ايه؟ بريكوشوس سودو يعني كاذب. ملوخ كاذب ليه؟ الواد دوت ظاهريا
شنب ودحن وبينس وسكروتم وكل حاجه. لكن لو فكر اتجوز القس شغاله لا يبقى دي سود وكاذب، لان البيبرد الصادقه ان الاثنين دول مع بعض. فاهم الفكره؟ انا كبرت لك حاجه بس بتاعت اما دي مش موجود يبقى لو خدت فرضا يعني خدت عيان بتست فيها سبيرم لا ما فيهاش سبيرم. طيب يبقى الولد ده عنده لارج بينس، عنده ديب فويس، عنده شورت. الولد ده قصير علشان الاندروجين اللي طلع هيعمل كلوزر للابيفيزيال بليت. يبقى كام سبب بيعمل دلوقتي يا جماعه دورفيزم؟ ايه يا عمر قد معايا؟ بيتيوتري دورفيزم، ثايرويد دورفيزم، بريكوش بس ها؟ بريكوش بس بيوبرتي بتعمل دورفيزم. طبعا الدكتور بقى يسالك اسئله بقى مياه. فرق لي يا ابني من انواع الدورفيزم حاضر يا دكتور، تك تك تك. قول لي مين العاقل ومين المجنون ومين المتخلف؟ بتقول الدورفيزم ده ايه؟ اصوات ده بد عاقل، هو كان ايه عصفور، هو وايز مان بتاع الكيلاتينيزم، كان ماله متخلف عقلين قبله وضاله وقبله ها؟ نعم؟ انا بجمعهم، انا بجمعهم مفيش حاجه. وبتاع الفلوس طبعا، ما هو بتيجي مع بعض. ها؟ وبتاع البريكوشنس بيوبرتي، النهارده عاقل ولا مجنون ده؟ ده بد ما عندوش مشاكل، مخه شغال عادي، بس عايز يتجوز بقى اللي هي المشكله. طيب، تعالى بقى في واحد من الرجاله اللي ورا طلع له اندروجين اضل كده اكتب هيبقى سوبر مان مصري متوحش سيكشوال بار عالي راجل بقى عايز يتجوز مش عايز يتجوز واحده ثلاثه واربعه خلاص وهاي سيكشوال بار اند لارج بينس سوبر مان يا بس انا بقدر كده واحد بس خد بالك اي مرض هيزيد عن الحد في يوم من الايام بتقول ضد الاندروجين العمل يطلع هيعمل ايه في الاف اس اتش ولا ال اتش؟ يديك فيدباك تسس هتطلع سبيرم يبقى هو شكل على الفاضي منفوش سيكشوال اكت غير سيكشوال انتركورس هو متوحش بس مخلف؟ لا ليه؟ ما عندوش اف اس اتش ولا اتش. دايما ما تسرحش بخيالك المرض شكله حلو لكن خش بقى في التفاصيل يا فرحتي اللي انت اسد من غير ما انت ما بتخلفش انما ما عندكش ايه بحط اف اس اتش ولا اتش. تعالى يا اشرف حد يا جماعه اول عنده مشكله كده؟ اول حاجه اشرف لو احنا في البطن الام الواد هيجي له ايه؟ ماكروسوميا او ماكروسوميا صح؟ جسمه استنرج تانية كبيرة، طب تشايل زي ما اتفقنا هيبقى ايه؟ هيجيله بلوغ كاذب ولا صادق؟ كاذب. طيب التالتة أو أرض هيبقى سوبر مان، بس هيخلف؟ لا، بس كل الأحوال دي مش هيخلف، لأن كل ده إيه مشكلة عنده؟ الأندروجين اللي بيطلع مش عارف إيه السيتش واللي إيش. تعالى بقى في مين؟ بنت في بطن أمها إكس واي طلع لها عندها ورم بيطلع أندروجين. انا مش بيعمل ايه يا باشا؟ انا مش بيعمل ايه؟ اكس واي ازاي؟ ايه؟ بنت اكس واي خلاص يا هبعتهم اكس واي دلوقتي. اول مره ايهاب يا سنه دي وهتكتب اكس واي دلوقتي. سجل يا زمن سجل اول مره انت بس انت خلاص الفضايح انا حاجه لك احتراما بس احنا في حصه زي دي كل ده يا جماعه معلش انا ساعات لما ادخل تموت واشرح كده ضغط مطبعيا انا اسف بقول لك قوم انت كمل شرحه المهم بنت اكس اكس زاد عندها هرمون الاندروجين هي بطن امها مين اللي هيتاثر فيها؟ الغرفه دي مش هتحصل حاجه ان هو اف اس اتش ولا اتش سكس اورجانز مين اللي هيكبر؟ الكلوترس والليبيا مجهول فالطفله دي لما تتولد لو انت كنت في قريه بدايه بتولد بتولد الست هتشوف الطفله دي مولوده الكلودرس كبير والليبيا مجوره ضخمه فهي هيجي لها اعصاب ده مين؟ الكلودرس هيبات غير فينس والليبيا مجوره زي السكروتا وللاسف الطفله دي هي على الرغم من المفروض يبقى اسمها سيده هم هيسموها بالغلط سيد ويعاملوها ان هي ولد صح؟ تمام؟ لحد ما تكبر لمرحله البلوغ ويبدا يحصل بقى مشاكل نفسيه بقى هي جواها بنت لكن ظاهريا ظاهريا هي ولد صح؟ في الوترس والليبيا المجوره كبروا عملوا بينا سكروتا كاذب طبعا فمكتوب لك جنبيها مرض اسمه السودو هيرما فروديزم ايه السودو هيرما فروديزم دول؟ الرومان دول كانوا ولاد لذيذ يعمل لك ايه؟ يعمل لك اله للخير يرسم لك واحد ابيض فابيض كده وتمثال يقول لك ده اله الخير ويعبدوه يعمل لك واحد كده ماسك ميزان ويقول لك ده اله العدل ويعبدوه يمسك لك واحد ماسك لك شجره كده اله الخير اله الزراعه ويعبدوه يرسم لك واحد كائن حي بص يا اشرف ايه بقى كائن حي ده؟ في بينس وفاجاين وتستس واوفري وبريست
ده ميكس ايه بقى مليته ايه ده جنس رابع ده مين على في مين وسموه لها الخصوبه فسموه ايه المفروضزم فالمفروضزم يعني لها الخصوبه عند الرومان فقال لك هيرموفروديزم معناها باللغه العربيه يعني مخنث كامل هيرموفروديزم دي نوعين في نوع سودو ونوع ترو الواد ده هنا هو بين جواه اكس اكس عندها وفل وعندها يوترس وعندها فاجينا بس ظاهريا باين في اليوترس ان هو فينس والليبيا والجولا هيسكروت فدي سودو هيرموفروديزم طب يا دكتور على كده بقى في ترو ايوه ست حالات في العالم هم اللي ترو كم حاله ست ايوه ست ضم عنده فينس وفاجينا عنده اوفري وتستس وعنده بريست ده تسميه سيد ولا سيده ده جنس رابع بقى ده مش خليط ده هو ايه اتنين في بعض طب بيخلف ازاي او ايه مشكلته لما نتفاهم فيها واحده بس بس السوق ده المفروض طيب فهمتوها ده مخنث كاذب طيب اما الترو ده مش علينا مش طبعا خالص طب بنت بقى كان عندها خمس سنين وبنت ضفاير تمام ومره واحده طلع لها هرمون الاندروجين هتوقف الديفلوبمنت كافي ميل وتلاقيها قايمه بدات ميل بمعنى اليوترس والفاجينا والبريست والكلام ده كله هيحصل له ديفلوبمنت وتخش تبقى في ميل وورا لا وتلاقيها قلبت من ناحيه الفيميل تبقى ميل المصل باور بتاعها زاد ولا قل هيزيد وتلاقيها بقت ديب فويس يبقى انت هتقسم الكلينيكال بيكشر نصين النو ديفلوبمنت النو انرجمنت توقف من التحول من طفله الى فيميل نظيفه وتكمل بقى اللي هي ديبنينج اوف ذا فويس صوتها تخين وماسكولار بروس اللي هي اسمها ماسكولاريزيشن يعني مش عارف اقول لك بالعربي ماسكولاريزيشن يعني المصل زادت في الحجم قلبت بقت مصل طيب تعالى بقى يا ايهاب افرض بقى بنت وبنت جرى كده طب دكتور في بتاعتها طلع عندها ورم في الشيلد دي في الفيميل نقول عليها مش عليها حاجه لا هايبوجوناديزم ولا انفنتاليزم مش هتيجي بقى حاجه ما تفهمهاش هي اسمها ادرينوجينيتال سندروم ان شايلد مالهاش اسم هو اسم العنوان المرض بيتحدد السن طيب فيريليزم بقى فيريليزم يعني ايه؟ استرجال هي بنت كامله الانوثه يا عمر في كليه التجاره طلع لها ورم اسمه اندروجين هوب ما طلعلهاش انا بولا وصوتها بدل ما تقول سن تراكيب طب صوتها غليظ وطلعها عضلات والبريست تحصل له قطر الدوره الشهريه هتتوقف وتقلب تبقى هوموسيكشواليتي يعني هوموسيكشواليتي الميل المفروض يميل الى الفيميل والمفروض الفيميل يميل الى الميل دي بقى يا ريس طلع عندها اندروج هي ظاهريا شكلها فيميل اي نعم شكلها يتلخبط بس في الاول كانت هي فيميل هتبدا تميل لمين؟ للفيميل جنبها في المضاربة هوموسيكشواليتي اللي هي مين يا استاذ ايهاب الممثله القديره غادة عبد الرازق لما اخت غادة عبد الرازق كنت فيها مصطلح هوموسيكشواليتي دي كانت ليها معايا وقالها واكيد الايه؟ شفت اسمها خشاب عندها كوشنج سندروم المفروض السبب تنزل في المذاكره غادة عبد الرازق سيرو يا هاب قعدت تفكر طول حياتك غادة عبد الرازق وبياخد العلم فيريليزم هي اكيد عندها شنب ودانا بتحلقها ومظبطه نفسها بس طالما ان الحيره ميسره ده اكتشف على حقها وكوشنج سندروم اكتشفت وهي بقى اسمها ايه؟ غادة اسمها الخشاب دي منفوش على القمر ده شويه فاب وميه وملح وبتاع والكلام ده طيب وعمرك ما هتنساها هي هرشيتيزم تعمل بقى ده بعد الهرشيتيزم اللي هي هتصلع هتلاقي غادة شعرها صح؟ لو مركز قوي معاها بتقصص شعرها هي اللي من دمها وصورها كلها كده ايه؟ اسمه ايه لما بتعمل الشعر ده روبا لا على جرسو مش عارف ايه؟ ايوه شعرها عندها بلدنج يعني ايه؟ صلع كده صلع مبكر لا هتقلب طبعا انا معناها تطلع حب شباب تطلع حب شباب مفيش مشكله ماشي امنوريه اطرفوس كريترس هايبرتروفي بقى ما احنا قلنا الاندروج هو بيكبر واخد حاجه هوموسيكشواليتي يعني هوموسيكشواليتي يميل الى الف يميل تمام ده اضطرابات جنسيه ماشي عايز اسالك بقى ايه اللي بيجي تحت الكتاب ده مين هيقولها ويشرحها مين هيشرحها هوموسيكشواليتي في الميل تميل الى الف يميل تميل الى الميل او الميل يميل الى الميل مين يقول الان بي مكتوبه فيمينايزنج تيومر مين فاكره من هو الكلام ده مين طلع له ورم يطلع ايه صح؟ فيمينايزنج تيومر ده جت ام سي كيو على فكره وات ذا مين فيمينايزنج تيومر استروجين سكريتنج تيومر ان ميل اوعى تقول استروجين سكريتنج تيومر ان فيميل طب ما هي لو فيميل طلع لها استروجين هتبقى سوبر فيميل يعني ايوه ماشي بس مفيش فيها تغيير لكن ميل وطلع لها استروجين في هيدي كشف هيبقى ناعم وشعره بقى والحاجات اللي هتحصل ربنا يعني
كده خلصنا ال 2000 وجنرال سيجن. وبقى بيني لو كنت دافع حاجه من غير اسمها هي دي البيس بتاع الرقم فهمتها. كنت كل شويه اسال طب ليه ما بيخلفش يا ابني وانت سيجنريشن، طب ليه الفيميل كليتور سكيب يعني اتكلم على الاندج والمره ده كله زياده اندج فقط. اوعى تنسى المره ده زياده ايه الاندج، اتعلم عليها حط تحتها جمجمه وسكال وعضلتين متقطعتين عشان مش لاقط ده زياده الاندج. طيب اخر مرضين عفوا بقى برايمري هايبر الدسترونيزم، مين يرفع ايده يقول لي ده مرض فين؟ من ادرينال كورتكس. فين انا كاتب برايمري برايمري؟ يبقى العيب في الادرينال كورتكس ولا العيب بره الادرينال كورتكس؟ العيب في الادرينال كورتكس. انهي زونه انا كاتب؟ زونه جلوميرولوز مش دي اللي بتطلع على الدسترون؟ حد يقول لي الكلينيكال بيكتشر بتاع الهايبر الدسترونيزم؟ احنا لسه واخدينها المره اللي فاتت. المريض هيبقى عنده الدسترون كتير هيزود امتصاص الصوره يبقى عنده هايبر تنشن وعنده ميه كتير، لكن مين هيطلع يمنع حبس الديما؟ ادريال لكن ده تكفى والبوتاسيوم عنده قليل. واخدنا فين دي؟ الدسترون. طب ما هو الجديد اللي عندك؟ البوتاسيوم لما بيقل خلاص بقى القاعده ما بيعمل الكالوزس ولا اسيدوزس؟ الكالوزس. هعمل بوتاسيوم فاضطر البوتاسيوم يخلص ايه؟ عارف كده مين؟ الحيوش. طيب مكتوب لك بقى عنده بوليوريا. احمد حد هيرفع ايده يقول لي البوليوريا سببها الاترمنت بتكفى؟ ما هو كل ما يلاقي الصوديوم ده يطلع يدخل الميه، بس ليها سبب تاني. عمر حد سال نفسه ليه ربنا خلى لنا بوتاسيوم جوه الخليه؟ ليه ربنا خلى لنا بوتاسيوم جوه الخليه؟ جميع الانزيمز بتاعت جسم الانسان في البايو كيمستري شغل البوتاسيوم. يبقى كل الانزيمز في جسم حضرتك معتمد على البوتاسيوم مش معتمد على الصوديوم. ها؟ مرهان معايا؟ معتمد على الصوديوم وعلى البوتاسيوم، جميع الانزيمز معتمد على البوتاسيوم. عندي النهارده يا دفعه العين عنده نقص في البوتاسيوم. الانزيمز بتاعت الخليه بتشتغل ولا هتبوظ؟ هتبوظ. فالمفروض الاورجنز بتاعته هتبوظ. ها؟ اهم اورجن عندي اللي بيبوظ لما البوتاسيوم بيقل اول واحد بيبوظ كده الكدني. مكتوب لك هايبوكاليميك نيفروباسي. ترجمه هايبوكاليميا عكس البوتاسيوم. نيفروباسي يعني نفروم يعني فيلم، وبس يعني مرض. وهايبو كلمك نفروبس، هايبو كلمك نفروبس. طب الكبدي لو باظ اول عرض بيجي للمريض بيبتدي يبقى زي ايه؟ بوليوريا، لان الكبدي بيفقد القدره على امتصاص الوتر، لان الوتر يعتبر اقوى حاجه او اهم حاجه الكبدي شغال عشان يعمل ايه؟ الوتر. فبقول لك لوس اوف باور كونسنتريشن، يعني كونسنتريشن؟ يعني انا المفروض لما بصاي اليورين بتاعي ينزل مركز وانا مقطع. معايا؟ مركز صح ولا غلطان؟ طيب دلوقتي انا صايم ومفيش ميه فالمفروض اليورين مركز. طيب انا صايم ولقيت في يورين بينزل يبقى انا عندي كونسنتريشن اليورين ولا نو كونسنتريشن؟ نو كونسنتريشن يعني لوس اوف ذا باور تو كونسنتريت اليورين. سببها ايه؟ هايبوكاليميك نفروبس. لو انت تعباك الكلام ده كله ممكن تشطب خالص هايبوكاليميك نفروبس تشد سهم بولي يورين. بس لان الكونسنتريشن اوف يورين هناخدها في الكدني تاني وراها خالص. واحد عنده كدني باصي هيقدر يحافظ على الميه في الجسم ولا مش هيقدر؟ مش هيقدر. يبقى النهارده لو صام المفروض النورمال يعمل ايه في اليورين؟ كونسنتريتد ولا دايلوتد؟ انا صايم النهارده انا صايم يبقى اليورين بتاعي يبقى مركز ولا مفخر؟ مركز لان بمتص منه الميه صح؟ طب افرض انا عندي كدني بايظه هعرف امتص الميه ولا الميه هتنزل برضه في اليورين؟ يبقى بص كونسنتريتد. نو ايدينا يا جماعه في مشكله؟ طيب ده برايمر اسمه كونز سندروم. يتميز الكونز سندروم ان هو نو ايدين، كونز مش كونز، ها؟ كونز سندروم. اعتقد ايه؟ كونز سندروم مش كونز. المرض اللي رقم سته اسمه سكندري هايبر ادستريزم. اسمه ايه يا ايهاب؟ سكندري هايبر ادستريزم. ده العيب في الادرينال جلاند ولا العيب من حاجه من بره الادرينال جلاند؟ ما علمتها لكم بقى بره الادرينال جلاند. فازي يا دكتور اي عيب في الادرينال جلاند هيبقى اسمه برايمري، اي عيب بره الادرينال جلاند هيبقى اسمه سكندري. سكندري اسمه بارتر سندروم مش طرطر، ها؟ اسمه بارتر سندروم. يبقى فوز وطرطر، ها؟ يبقى كونز اند بارتر سندروم. شوف يا ستي قصته ايه؟ ماشي عم بارتر. بارتر سندروم. نعم؟ كان حد يسأل حاجة؟ مين بارتر ده؟ بارتر دوت يا أحمد أفندم مشكلته إن هو عنده زيادة في الأرجو ستيرو. مين أقوى حاجة بتزود الأرجو ستيرو سيكريشن؟ نقص الصوديوم أو زيادة البوتاسيوم. طب اللي بعده؟ رينم أنجيوكريز. يبقى المشكلة هنا
ده انا عندي رينال، ركز معايا بقى، رينال ارتري سكينوز ادى الى رينال سكين ادى الى زياده الرينال، ادى زياده ايه؟ الرينال. طب يا دكاتره لما الرينال يزيد ايه اللي يحصل؟ هيتحول ماده اسمها ايه؟ في الاخر يعني هيزيد الانجيوتنسين ايه؟ 2. مين يقول لي الانجيوتنسين 2 علاقته بالاندسترون ايه؟ بيزود الاندسترون. حد عنده مشكله؟ طيب خد بالك بقى، امال ليه ده عمل مرض؟ اصل ده مرض رينال ارتري ستينوزس، يعني ستينوزس فيل، يعني المرض حاله مؤقته ولا حاله دايمه؟ حاله مؤقته، حاله دايمه حبيبي. طول ما الرينال ارتري ضيق طول الوقت الكبد عندي اسكيميا، يعني اسكيميا نقص في الدم، زيد مين؟ الرينال، زيد مين؟ على طول الانجيوتنسين 2 يعمل ايه في الاندسترول؟ يزيد. طب حد يقول لي العيان يشتكي من ايه؟ يا دكتور ها؟ واحد هيكون المريض عنده ايه يا دكتور عليا؟ واحد هيكون عنده هايبر تنشن صح؟ طبعا اثنين عنده هايبوكاليميا، تلات عنده ديما، ده عنده ديما. مين يقول لي ليه عنده ديما؟ اشمعنى عنده ديما؟ يعني اللي فات ده الهايبر الستيرونيزم كان عنده ورم بيطلع الالدستيرون لكن ما كانش عنده ديما عشان الالدستيروسبكتينوم. ده يا جماعه مشكلته الحقيقيه زياده الماده الامتلازيه دي الانجيوتنسين 2 والرينال، دول بيعملوا انهبيشن للاترينكريتيك فاكتور. فكده كده الاترينكريتيك فاكتور لو طلع مش هيعرف يشتغل. يبقى هما بيعملوا انهبيشن الاترينكريتيك فاكتور. انهبيشن يبقى ليه في ديما دي عشان انهبيشن مين؟ الاترينكريتيك فاكتور. يبقى بارتر سندروم ايه هو الفرق ما بينهم وبين كونز سندروم؟ الفرق الاولاني ان بارتر ده مشكلته في رينال ارتري سكن، حاجه ساكن حاجه مش علاقه بالجلان، اما الكونز مشكلته ورم طالع على الالستيرول. طيب هل ممكن سبب تاني يعمل بارتر سندروم؟ ايه رايكم يا جماعه لو عملت ورم يزود افراز الرينين؟ ورم يزود افراز الرينين نفس الكلام، هو بيقول لك تجيب لك جاكستا جلوميريال ابريتاس هايبربليزيا، هي ورم بيزود، ممكن تشيل الكلمه دي كلها، هي هايبربليزيا اوف جاكستا جلوميريال ابريتاس اوف الكدني، شيلها واكتب ورم بيفرز رينين عادي. وبعد كده الله يرضى عنك هتجمع الامراض اللي بتعمل إديمة وازاي بتعمل إديمة والامراض اللي ما بتعملش إديمة والامراض مش عارف بتعمل بلح، المنهج طويل. تمام؟ ما خلصناش، يا راح ماشي يا بشوات كده يا بشوات، احنا خلصنا بقدرينا الكورتكس بامراض. في حته احنا كنا سايبينها صفحه فين التركيز في الادرينا الاخير؟ وظائف الغده الكظريه. ادينا الكورتكس اسمها الغده الكظريه او فوق كلويه. ايه هي؟ خدنا ست. بص بقى عشان تبقى فاهم هنعمل ايه. اكتب هنا اسم التست. وهنا النورمال. وهنا الابنورمال. يعني انا برضه المفروض اعرف التست بيتعمل ازاي. والنتيجه النورمال في الانسان النورمال ازاي عشان اعرف من المرض صح ولا غلط. طيب اول تيست عندنا اسمه
تيست اسمه سولد ري داي. حد يترجم يعني اكل بدون ملح صح؟ غلط. انت لو كانت اكل بدون ملح هتموت. لازم كل يوم تاكل في الاكل بتاعك من 2 ل 3 جرام ان اي سي من غير ما تموت، لان جسم الانسان ما بيخزنش صوديوم. انا هدي اكل بس الصوديوم تركيزه فيه قليل ولا عالي؟ تركيزه قليل. مكتوب لك قد ايه؟ 2 من 10 جرام. تمام؟ يا دكاتره لو انا كل يوم بتاكل اكل ملح قليل، يعني المفروض هرمون هيطلع اسمه ايه؟ التستيرون. ده نورمال. يعمل ايه؟ هيزود الصوديوم دي ابسطشن. يبقى هل في اليورين فيها صوديوم ولا لا صوديوم؟ موجود في اليورين بتاع الانسان ده ما فيهوش صوديوم. طب لو المريض عنده اديسون، اديسون انت بتهزر؟ يبقى معنى كده يا دكاتره المريض اللي عنده اديسون لو خدت عينه من اليورين بتاعه هتلاقي صوديوم. حد يفسر ليه؟ ايوه يا دكتور. علشان ايه؟ علشان المريض بتاعنا دوت ما عندوش الدستيرون، فمفيش صوديوم ليه ابزورش. فالصوديوم على الرغم ان كميته قليله والمفروض الالدستيرون كان يطلع يلمه، الا ان الالدستيرون ما طلعش. بص الفكره؟ فنورمالي المفروض مفيش صوديوم في اليورين. في الاديسون يعني ايه صوديوم في اليورين؟ على الرغم ان ده صح ولا غلط يا اسراء؟ ده غلط. المفروض الالدستيرون يطلع يشد الصوديوم كله ولا لا؟ يعني عندي النهارده نقص في الالدستيرون، مفيش صوديوم فيه ابزورشن، يبقى هينزل على الرغم ان كميته قليله. طيب التست الثاني اسمه ووتر دايوريسيس او اسمه كابلر تيست. بص الكليبر ده ركز معايا. انا دلوقتي هجيب انسان واديله لتر ونص ميه. ايه هجيب العيان كده واقعد على كرسي واديله ازازه ميه لتر اشرب، وبعد ما يخلصها اديله كمان نص لتر بالعافيه ان شاء الله هيطلع من ودانه زي ما اتفقنا ومرتين ميه واعمل مفروض. هتشرب يعني هتشرب. شرب. هيقول لك يا دكتور في خلال 5 ساعات، خلال 5 ساعات المفروض لو هو انسان نورمال يفقد لتر يورين. حد يفسر ليه؟ عشان احنا خدنا قبل كده ان الكورتيزون في وظائف، الوظيفه رقم 9 ورقم 10، الكورتيزون بيعمل دايوريسيس، يعني دايوريسيس بيفقد الميه في حاله الفوليوم لودنج، يعني انا بشرب ميه كتير وعنده ميه كتير يطلع الكورتيزون يعمل ايه؟ دايوريسيس. يبقى المفروض نورمالي افقد لتر من لتر ونص ده في كام ساعه؟ في 5 ساعات. طب افرض انا ما فقدتش الميه دي نو ووتر لوس، يعني مفيش دايوريسيس، يبقى انا عندي نقص في مين؟ في الكورتيزون. يبقى ده برضه اديسون ولا لا؟ يبقى دكاتره عندي تستين هكتشف بيهم مرض اديسون. المفروض لو اديته ملح قليل او ميه كتير نورمالي مفيش ملح في اليورين والميه دي يفقدها. طب اب نورمال هنا هيبقى في صوديوم، هنا هيبقى ايه؟ مفيش ميه بتنزل، ميه بتحرش في الجسم، مفيش كورتيزون يعمل لها ايه؟ زي ما اتفقنا يعمل لها دايوريسيس. خلاص استنى. الثالث دي مش مهمه قوي، رقم ثلاثه المهم 17 كيتو ستيرويد. اكتب بنات التكسير مين يا دكاتره؟ بنات التكسير الاندروجين والتستوستيرون. المفروض يا جماعه الاندروجين التستوستيرون بعد ما بيخلصوا الاكشن بتاعهم بيتم تكسيرهم لايه؟ مادتين، الى ماده اسمها ايه؟ 17 كيتو ستيرويد. ال 17 كيتو ستيرويد دي هتتفرق ثلثين ال 17 كيتو ستيرويد تمثل الاندروجين بتاع الادرينال كورتكس، والثلث يمثل التستوستيرون بتاع التستوستيرون. يعني يبقى لو انا نزل عندي مثلا 9 نانو جرام 17 كيتو ستيرويد، هتقول لي يا دكتور منهم 6 نانو جرام هم يمثلوا الاندروجين اللي طالع من الادرينال كورتكس، و3 نانو جرام يمثلوا التستوستيرون اللي طالع من التستس. حلو الكلام؟ طيب هتطلب من العيان دوت يجمع اليورين 24 ساعه. يعملها ازاي دي؟ عادي يروح المعمل، المعمل يديله كونتينر كده جيركن كده ويقول له كل ما تيجي تعمل اكتيوريشن لو سمحت ايه؟ فضي في مين؟ في الجيركن دوت. وبعد ما يملاه يقفل الغطا كويس ويجيبه المعمل تاني. طيب جالك 24 ساعه اليورين بتاع المريض، تاخد منه عينه وتقيس فيه كميه مين؟ ال 17 كيتو ستيرويد. افرض لقيتهم عاليين يبقى المرض ان العيان ده عنده ادرينو جينيتال سندروم. افرض لقيتهم قليلين يبقى المريض دوت عنده اديسون ديزيز. بس هل التست دوت سبيسيفيك؟ لا، لان انا عندي فيه تلت طالع من فين؟ تلت ده طالع من التستس. يبقى انا كل شغل على التلتين، يبقى النتيجه دايما هتطلع مش حقيقيه. يبقى 17 كيتو ستيرويد هو ناتج تكسير مين ومين يا دكاتره؟
الاندروجين والتستوستيرون تمام كده؟ طيب لا ما احنا بنقول له بقى يشرب ميه بقى بكميه عاديه بقى احنا برضه بناخد كتير طب التست بنعمله بالكوشن يعني مش كده ممكن منين طيب ده مهم طيب رقم اربعه بيقول لك تيست اسمه اي سي تي اتش ادمنستريشن يا هاب لو جبت لي مريض النهارده وحقنته اي سي تي اتش لو حقنتك انت نورمال اي سي تي اتش بارك الكورتيزون ليفل هيزيد ولا ايه؟ هيزيد طيب وفي حاجه ثانيه ممكن اقول ان الكورتيزون زاد بطريقه غير مباشره هيقيس اللي زينه فيه زينه فيه المفروض تقل ولا تزيد الكورتيزون بيزود الزايدين ويقلل اول واحده بيبان تاثيرها هيزينه فيه فانا لو حقنت النهارده واحد اي سي تي اتش بارك الكورتيزون ليفل ايه؟ هيعلى والزينه فيه هتقل مش معنى زينه فيه اصل دي اسرع واحد طيب افرض لو حقنت واحد اي سي تي اتش ولقيت الكورتيزون ما نزلش لقيت عصر الكورتيزون ما زادش نازل ما زادش يبقى عنده نقص وايه؟ عايز الاي سي تي اتش ده بيزود الاتسو بيزود الكورتيزون حقنت واحد ما لقيتش الاي سي تي اتش ما زادش ما لقيتش الكورتيزون زاد او ما لقيتش اللي زينه فيه قل يبقى معناها في الاول وفي الاخر ما طلعش ايه؟ كورتيزون يبقى طيب تست دوت وبلح خمسه طب ما تريح دماغك يا دكتور وتقيس الكورتيزون في البلازما ينفع الكورتيزون يتقاس في الدم؟ خاطر لان الكورتيزون لو قست دلوقتي قست دلوقتي عنده هتلاقي ليفل مثلا 10 وانت خارج من بره السنتر قابلت قطه سوداء هيعلى يبقى 15 رحت السكشن هيعلى بقى 20 شكيت شكيت مثلا في رجلك زاد بقى 30 طب انت بقيت هادي مسترخي زي احمد حمد كده ومريح ها الكورتيزون هيرجع يقل صح؟ قلت لك الكورتيزون ثابت ولا طول النهار عمال يتنطط يبقى لا يمكن تقع فيه في البلازما فقال لك خلاص احنا بنقيسه في مكانين مكان مكتوب عندك ان انت بتقيسه في اليورين ما الكورتيزون بعد ما الكاستر بينزل فين؟ في اليورين فاشل ولا ناجح؟ فاشل اللي برضه ما تقدرش تحكم ما افرض افرض يا اخي هو طول اليوم متعرض لستريس الكورتيزون بقى عالي افرض ما اتعرضش الكورتيزون قليل يبقى تيست فاشل فقيسه في مين يا جماعه في البلازما في الصلايفه تخيل تاخد عينه من اللعاب ده وتقيس فيها الكورتيزون مش طبعا دي احدث حاجه ممكن تقيس الكورتيزون فين يا اشرف؟ في الصلايفه اكتبها بقى دي احدث حاجه لقيته عالي يبقى كوشن لقيته قليل يبقى انزل اللي بيتعمل في المعمل بقى اللي هو رقم 6 ده اللي احنا بنعمله خد كل العك ده كله ما بتعملش الدور بتاع الصرافة دي واحدة جديدة ولا نضيفها على حاجة موجودة؟ اعملها واحدة جديدة عادي حطها مع رقم خمسة عادي اللي انت عايز بقى تاني. ان الكورتيزون الموست اللي هي بروتست احدث حاجة بطل حاجة صح؟ تقيسه بمين؟ بالصلايفة. الصلايفة اللي هي لا مش تقصير ده مش لازم. طيب ستة بقى هديله ديكساميثازون. ايه الديكساميثازون ده؟ الديكساميثازون هو كورتيزون صناعي وهي يا دكاتره كورتيزون صناعي اسال سؤال اديت يا منهان واحد كورتيزون صناعي ايه اللي يحصل في الاي سي دي اتش؟ مستواه هيقل فلو مستوى الاي سي دي اتش يقل مين مستوى في الدم يقل؟ الكورتيزون لو افرض انا اديتك ديكساميثازون ولقيت الكورتيزون في الدم بتاعك لسه عالي يبقى معناها انا عندي ايه؟ ورم ادرينال جلاند بيطلع الكورتيزون اسمه كوشنج ايه؟ سندروم فسميته ديكساميثازون سبريشن تيست خد بالك يبقى ديكساميثازون الديكساميثازون دوت عباره عن كورتيزون صناعي ماشي لو اديته هيقلل المفروض الاي سي دي اتش صح كده طيب المفروض يقلل مين البلازما كورتيزون طب افرض ما قلش يبقى العيال ده عنده كوشنج سندروم وكده انهينا الادرينال كورتكس كيدو زد خلص بس حضرتك بقى هتكون عندنا حاجه اسمها ادرينال بضل طيب بعد اذنك حضرتك هاخد منك طلب بسيط خالص يعني يا ريت تسامحني فيه عارف انتوا مستخدمين كتير صفحة 54 صفحة 54 شايف كان اسمه اكشن في سكولا مين شايفه؟ كان اسمه اكشن اللي هو كان من واحد لحد تسعة في الصفحة الثانية ممكن حضرتك بعد اذنك التسعة اكشن دول تذاكرهم هم دول عبارة عن ايه؟ الاكشن بتاع مين؟ السلبسات فالحصة اللي جاية انا هسأل فيه الحصة اللي جاية مش هسأل في الأدرينا كورتكس إيه هي الأكشن بتاع الكورتيزون؟ الأكشن بتاع الكورتيزون يعني طلب بس الأكشن مش طلب أكتر من كده. المرة الجاية لو أنت ما ذاكرتهمش بدل ما كنا هندخل في البنكرياس ونبقى قربنا نخلص هنقعد معكوبين في الأدرينا الجلاني. تمام؟ بص يا بنات يا دوب دكتور بقى تسجيل؟ أه أكشن بقى. إحنا دلوقتي يا جماعة أعتقد إن أنتوا دلوقتي في السكشن كل سؤال بتسأله يعني كل تفصيلة دي وجهة